السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع إن شاء الله سوف نتحدث عن كارلوس أولفيرا من لعبة Resident Evil 3. I know you want to ask me out. All the fox ladies love my accent. It drives them crazy. أنا أعلم أنت تريدي أن تسأليني كل السيدات التي يعشقن لهجتي أنهن يدفعن إلى الجنون. كارلوس أولفيرا كان مرتزقا استأجرته خدمة المظلة البيولوجية المضادة UBCS. طبعا المظلة هي شركة إمبريلا، وكان عضوا في فريق ألفا ضمن دلتا بلاتون، وكان متخصصا في الأسلحة الثقيلة بالفريق، كما كان مسؤولا عن الأمن الخلفي وهو الأمن الذي يحمي الفريق من الخلف. بيكاب، يبدو أن أدوارنا قد انعكست منذ أن التقينا للمرة الأولى. ها، قالها كارلوس عندما صحت جيل فلانتاين بعد قتالها مع العدو وهو النمسيس. كان كارلوس رجلا من أصول أمريكا اللاتينية والسكان الأصليين، وكان عضوا نشطا في عمليات حرب العصابات الشيوعية في أمريكا الجنوبية. بعد أن قضت القوات الحكومية على منظمته، تم الكشف عنه من قبل شركة أمبريلا للانضمام إلى شركة UBCS، وحدة العمليات الخاصة جعلت خبرته في مجال الأسلحة الثقيلة وصيانة المركبات له قيمة ثمينة. إنه طيب القلب، ومن المعروف أنه يمزح ربما كنتيجة للتربية وسط العنف، فهو شجاع ومستعد دائما لإلقاء نفسه في وسط المخاطر. يستخدم كاربين M4A1 وسلاح SIG Pro SP2009، ويرتدي قميصا أخضر وسترة تكتيكية سوداء مع ظهور شعار المظلة في الغالب على ظهره. في أحد اللقاءات كان يقول: Calm down lady, I am not a zombie, my name is Carlos. عندما التقى بجيل فلانتاين في أول مرة، عندما وصلت أنباء تفشي فيروس تي فيروس، تم إرسال كارلوس من الشركة مع 120 رجلا إلى قلب منطقة الكارثة، وقيل لهم إن هدفهم كان إنقاذ أي ناجين في المدينة. ومع ذلك في حرارة المعركة اضطر كارلوس للقتال من أجل حياته. تمكن من الحصول على راديو ربما من مسؤول الاتصال في وحدته، حيث أرسل التماسا للمساعدة لفريق ستارس السابق. سمعت العضوة جيل فلانتاين انتقال العدوى في مركز شرطة الراكون، ومع ذلك في الوقت الذي قابلت فيه كارلوس كان واحدا فقط من بين 3 أعضاء من فصيلة دلتا الآخرين. قائد فصيلة دلتا الكابتن ميخائيل فيكتور المصاب والرقيب نيكولاي زينوفيف قد اختبأ في سيارة ترامب بينما يبحث كارلوس عن مساعدة. كانت جيل مترددة في الوثوق بكارلوس أولفيرا بسبب انتمائه إلى منظمة إمبريلا، لكنها سرعان ما علمت أن كارلوس كان غير مدرك تقريبا لأفعال الشركة الشريرة، وكان ببساطة بيدقا مستهلكا لهم. تعاون الاثنان وتمكنا من الفرار من منطقة وسط المدينة وفي برج ساعة سانت مايكل، حيث قاتلت جيل الطاغية الذي يعرف باسم نيمسيس تي تايب. حاول كارلوس مساعدة جيل في محاربة العدو، لكن الطاغية تغلب عليه. نتيجة للمعركة أصيبت جيل فيروس تي بعد إصابتها بأحد مخالب النمسيس. استعاد كارلوس وعيه ورأى جيل تسقط فاقدة للوعي بعد المعركة. أخذت جيل الفاقدة للوعي إلى داخل كنيسة برج الساعة، وبقي في برج الساعة بعد ذلك، وحرست جيل فلانتاين التي كانت لا تزال فاقدة للوعي لليومين المقبلين في الكنيسة. جيل مصابة بالفيروس، كارلوس أجبر على إيجاد علاج لمنعها من أن تصبح وحش زومبي. كما طلبت جيل فلانتاين من كارلوس أنه إذا تحولت إلى زومبي لا يتردد في قتلها. ذهب كارلوس إلى مستشفى راكون العام وتمكن من إعداد لقاح لإنقاذ جيل من العدوى، كما رصد نيكولاي داخل المستشفى فقط ليجد أنه خائن قتل معظم زملائه من أعضاء الجمعية البريطانية. يكتشف كارلوس أيضا أن نيكولاي خطط أيضا لقتل جيل. تمكن من الفرار من مستشفى الراكون العام بعد أن تم هدم المبنى بالكامل بواسطة قنبلة وضعها نيكولاي من أجل تدمير جميع اللقاحات. عاد إلى الكنيسة التي قابل العدو فيها الذي لا يزال حيا. تحول إلى شكله الثاني وأعطى جيل اللقاح.
أخبر كارلوس جيل أن نيكولاي لا يزال على قيد الحياة وحذرها من أن لا تثق به لأنه كان في طريقه لقتلها. بعد ذلك انتقل إلى منشأة المظلة المهجورة بالقرب من حديقة الراكون. تمكن كارلوس من الاتصال بجيل وحذرها من وجود الصاروخ الحراري الذي سوف يضرب المدينة ويدمر كل شيء. أثناء البحث عن خطة هروب محتملة علم كارلوس أن هناك مروحية تتجه نحو المصنع. بعد أن هزمت جيل العدو في معركة نهائية وصعدت إلى الشرفة، ظهر كارلوس وأخبر جيل أن هناك طائرة هوليكوبتر تنتظرها، لكنها لم تصدق أنها اعتقدت أنه لا توجد وسيلة لهم للهروب. لقد أشار إلى المروحية المنتظرة وكان مستعدا لاستلامها من أجل السلامة. لحسن الحظ نجا كارلوس وجيل من مدينة الراكون عبر طائرة هوليكوبتر، وفاجأ جيل بأنه الشخص الذي قاد المروحية لم يكن سوى بيري بورتون. لقد شهدوا إبادة مدينة الراكون حيث دمرها الصاروخ. ذهب كل من جيل وبيري إلى حانة الفندق الواقعة في مكان ما في الولايات المتحدة للراحة وتناول مشروب. عند هذه النقطة قام جيل وكارلوس بتوديع بعضهما البعض وذهبوا في طريقهم المنفصل. شكرا لكم على حسن المتابعة. هذه كانت قصة كارلوس أورفيلا أحد أبطال ريزيدنت إيفل 3، وهذا الشخصية شخصية غنية عن التعريف وهو كثير المزاح. أشكركم مرة أخرى، لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة. أتمنى الدعم الكبير منكم ونشر المقطع عند الأصحاب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم حميد فوكس من قناة عمان بلاتون وقناة فقط ريزيدنت إيفل.